تعمل الهجمة المضادة السريعة، وممكن يستطيع مخادعة. حذاري من هذه الكرة الخطيرة، حذاري من هذه الكرة الخطيرة، ولحسن حظ قواوي أنه تسديدة اللاعب كالونغو كانت جانبية، أو تسديدة اللاعب كالفين كايندي. شوف اللقطة الخطيرة، والناس قواوي متمكنش من هذه الكرة، وكالفين في هذه المحاولة الخطيرة الأولى ربما في المباراة من جانب نادي زاناكو. الركنية تنفذ داخل منطقة العمليات وإبعاد الخطر، لكن الكرة تبقى زامبية. ثم عمر داود إلى حميد برقيقة، عمر داود يستعيد هذه الكرة، المخالفة تنفذ بسرعة، حذاري إلى سمير زازو. شوف عناصر الشبيبة وكأنه بعض اللاعبين يتخلصوا من الكرة وفقط، يظهر نوع من التسرع على بعض اللاعبين، ورغم أن الوقت ما زال يعني بدل حوالي نص ساعة لعب، ما لازمش يطيحوا في الفخ تاع التسرع، لان التسرع مش راح يخدم العالم. سيمان راحوا يبدا، كرة جانبية خطيرة جدا من نور الدين دريوش او من انور بوجقجي. هنا يعني تضيع كرات مثل هذه امر صعب جدا بالنسبة للشبيبة. شوف انور بوجقشي موجود في مكان مناسب جدا. شوف يعني توغل من الجهة اليمنى واليسرى، الشيء اللي كان ناقص كثير في الشوط الأول، يعني حوالي الآن ربع ساعة ولا 17 دقيقة لعب، يعني كم مرة جاب الخطورة تاعه، توغل من الجهة اليمنى واليسرى الشبيبة، وخاصة من الجهة اليمنى، يعني باش نأكد نظن لو يواصل هكذا راح يسجل يعني الهدف تاعه، وهو الشيء اللي نتمناه. وتنفذ الكرة داخل منطقة عمليات، وتدخل الحارس، تدخل الحارس عن طريق كولالا، وإنقاذ الموقف في آخر لحظة من هذه الرأسية، رأسية مفتاح رحم. هنا ضغط كبير مفروض على الحارس كولالا، نتمنى أنه يتوج هذا الضغط بهدف أول. ركنية، حمزة يهاجم بأكبر عدد ممكن إلى بن حاج. بن حاج احتفظ بالكرة، يبحث عن المراوغة ويبحث والتوغل، ينجح في الفتح الكرة، والهدف، والهدف الأول من حميد برقيقة. هدف رائع من حميد برقيقة في وقت مناسب جدا، يا سلام، هدف في وقت حساس ومناسب من عناصر شبيبة القبائل، هدف مستحق بالنسبة لشبيبة القبائل، لأنه جاء بعد مجهودات كبيرة طويلة وعريضة وشاقة من عناصر الشبيبة. ضرورة استغلال الفترة التي تلي تسجيل الهدف والارتباك الذي قد يكون في عناصر الصوب وفي عناصر نادي زاناكو. حميد برقيقة يتوج مجهودة، شوف سيمان راحو، فتحة من سيمان راحو، صعود حميد برقيقة فوق الجميع، وتسجيل الهدف الأول في وقت مناسب جدا وفي وقت مهم جدا، وحماس كبير نشوف في المدرجات. إذا هدف أول للشبيبة في وقت مناسب جدا. أول كان من المفروض استعمال هذا الضغط في فترة، في الفترة هذه بالذات كانت باش يكون الوقت الكافي حتى لمواصلة المقابلة، يعني الفريق بهذا المنوال راح يسجل الهدف تاعه، أن الضغط هذا ارغم الفريق زاناكو باش يرتكب عده اخطاء، وكنا تنبأنا لهذا الشيء حتى في الشوط الاول. حمزه ياسر، حمزه ياسر وجه لوجه، حمزه ياسر، وتدخل الحارس كولالا، يتدخل الحارس كولالا وينقذ الموقف من كره خطيره. حمزه ياسر وجه لوجه من امام الحارس كولالا، الى خمسه لاعبين في الهجوم، وممكن ما لازمش لاعب الشبيبه. كرة حمزة ياسف، وتدخل الحارس، تدخل كولالا من امام حمزة ياسف، الخطر يبقى قائم، التسديد والهدف الثاني، التسديد والهدف الثاني، والهدف الثاني بالعقيب من حمزة ياسف. حمزة ياسف وفي لتقاليده وتسجيل الاهداف، اهداف حاسمة ومهمة من حمزة ياسف، بعد ما كان تسديدة قوية من انور بوجقجي، حمزة ياسف في المكان المناسب ويهدي الفوز والهدف الثاني لفائدة فريق شبيبة القبائل، أو قد يكون أنور بوجقجي. على كل التسديدة من أنور بوجقجي، وتحويل مسار الكرة كان من حمزة
ياسر هدف ثاني منتظر بالنسبة لعناصر الشبيبة. توفيق نقدر نقول تغيير طريقة اللعب أتت بثمارها في هذا الشوط الثاني. شوف ربما الإعادة تسجيل الهدف. شوف في المرة الأولى تدخل كولالا، أنور بوجقجي تسديدته قوية، وحمزة ياسف ربما شوف تسديدة حمزة ياسف بالفعل يلمس الكرة، وحمزة ياسف هو مسجل الهدف في منطقة نادي زمالك. شيء مهم ومهم جدا بالنسبة لعناصر شبيبة القبائل، وأعلام شبيبة القبائل هي أمام غرفة التعليق، وهو شيء صعب أنها متابعة المباراة. تنفذ الركنية باتجاه القائمة الثاني والحسرة مرة أولى، والهدف الثالث من زاوية مغلقة من حميد برقيقة. حميد برقيقة يهدي التأهل لشبيبة القبائل بطريقة رائعة جدا، بطريقة رائعة جدا. حميد برقيقة في القائمة الثاني، كرة كانت تبدو ضائعة وفي زاوية مغلقة، حميد برقيقة يواجه أو يفاجئ الحارس كولالا ويضيف الهدف الثالث. هدف الأمان، هدف الاطمئنان، هدف التأهل، هدف المرور إلى الدور المقبل بالنسبة لشبيبة القبائل. فوز على طريقة الكبار وعلى طريقة النوادي الكبيرة بعد ما انتهت المرحلة الأولى بتعادل السلبي صفر مقابل صفر. شوف الركنية صعبة جدا بالنسبة للحارس كولالا، متابعة القناص والهداف حميد برقيقة. كولالا ليس له ما يفعله في هذه الكرة إلا أنه يتلقى الهدف الثالث، وهو هدف الأمان والإطمئنان. شوط أول صفر مقابل صفر، شوط ثاني 3-0 أمام منافس محترم جدا جدا. أكيد هذا منافس محترم جدا ويتمتع بفنيات فردية لا بأس بها، ولكن نقول غير تماما طريقة اللعب تاعو. ونهاية المباراة بفوز شبيبة القبائل بثلاث أهداف دون مقابل. هدف أول في الدقيقة 69 عن طريق حميد برقيقة، هدف ثاني في الدقيقة 75 عن طريق حمزة ياسف، وهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضايع عن طريق حميد برقيقة ثانية الذي سجل ثنائية. مبروك لشبيبة القبائل على هذا المرور.